متابعين الامور ان شاء الله كلياتها بشكل جيد ومنيح معكم، والامور كلها راح تنحل ان شاء الله بفتره. بعد مسرحيه النظام الهزيله في ان الاوضاع هادئه في سجن حمال مركزي، لا استعصاء ولا مشاكل تذكر، تأتي الصور القادمة من داخل السجن لتؤكد أن المئات من عناصر النظام بدأوا باقتحام السجن لاستعادته من المعتقلين، مستخدمين الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع وغازات الأعصاب، ما تسبب في استشهاد معتقلين اثنين وجرح آخرين. من داخل سجن حمال المركزي حالة إصابة اختناق وشهداء وإصابات ضرب رصاص حي. ويقول ناشطون إن العشرات من المعتقلين أصيبوا بحالات اختناق جراء الغازات السامة، كما أن النيران قد اشتعلت في القسم الأول من سجن حماة. الله أكبر الله أكبر. الاقتحام سبقه مطالبة قوات النظام للمعتقلين عبر مكبرات الصوت بتسليم السجن بعد فشل المفاوضات لإنهاء العصيان، كما قطعت إمدادات الكهرباء والطعام عنهم، إلا أن المعتقلين أصروا على موقفهم وما زالوا يحتجزون ثمانية من ضباط السجن وعناصره، وهم يطالبون بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي. ويأتي الاقتحام بعدما حذر الائتلاف الوطني السوري من حدوث مجزرة وشيكة في السجن، حيث قال في بيان إن المعتقلين وصلوا إلى مرحلة الانفجار تحت ضغط لا يحتمل في ظل القمع المفرط والظروف المأساوية والغياب الكامل لأي منظمات مختصة بشؤون المعتقلين وظروف اعتقالهم ومحاكمتهم. ولفت البيان إلى وجود حوالي 650 معتقلا داخل قسم الإرهاب، فضلا عن وجود 85 آخرين من المحكومين بالإعدام داخل السجن.